نعطيكم عزيمة الأوزن، عبارة عن طحين وماي. أنا سبق حاكي عن عجينة اللحمة اللي هي طحين وماي. كل كيلو 10 جرامات ملح، هذه هي بتحط لها 100 جرام تلج. للاثنين كيلو طحين بتحط لهم 100 جرام تلج، 950 جرام ماي حسب نوع الطلب، حسب نوع الطحين اللي عندك. تدعكها منيح، تكورها. هون نحن رقينا العجينة اللي هي وزنها 85 جرام. هلا بنحط الزيت عليها، ندعم الصينية زيت من تحت، بنحط العجينة، ما بتكتر زيت كتير، دهان زيت بدون ما تكتر، ماشي؟ مش بالسكر، بتحط عجينة فوقها تانية، نفس القصة. برجع بقول لك أهم شيء تكون العجينة قاسية، ما تشتشد معك، ماشي؟ أهم شيء. كمان بتدهن زيت بهيدي المراحل. هيدي نحن بنريح تقلبها. انا هلا هون طحين قلبت بعكسك، بدهن زيت، تشيل الطحين عنا بالوقت زيته بتتشرب. بترجع نفس الطريقه، فيك تحط 20 30 40 قطعه، بتحطهم بجاطات، ما بتقل كثير، اكثر من 10 حبات فوق بعض، ما تحط لهم بتبزق الزيت، بتغطيها. بعد ساعة، ثلاث ارباع الساعة حسب نوع العجينة. إذا كانت العجينة قاسية بدها ساعة، ساعة ونص. إذا كانت العجينة شوي أقل من قاسية بتاخد معك نص ساعة. بتفتح العجينة بتكبرها، بتاخد معك أقل وقت. أنت مش مستعجل، خليك على هذا الحجم، بتاخد ريحتها ساعة أفضل. عملية الفتح بتكون معك كتير ممتازة. هون ريحنا العجينة، هلا بنحط شوية زيت مطرح ما بدنا نشتغل. هلا هون إجمالا ما بصنع بهيدي النقطة. هاي العجينة بعدها قاسية، هاي بدنا نفتحها ولا بدنا نشوف، ماشي؟ شوي شوي عليها، كانت بتحمر، هاي حبة، بدنا نشيل الحرف، نشيل الحرف. هاي شلنا الحرف، ناخذ زاوية هايدي لهون، زاوية هايدي لهون، زاوية هايدي لهون، زاوية هايدي لهون. هيدا هو الشكل. بنجيب نحن الكاسة، بدنا نقطة زيت على الشفير، ونحط الحشوة. نحن عندنا حشوة دجاج، حط حشوة شاورما دجاج، ماشي؟ بنحط العجينة، ننزلها بالكاسة. هاي العجينة نزلت بالكاسة، هاي حشوة الشاورما دجاج. أول شي بنحط شوية مكسرات، بنحط الرز، بنحط شوية دجاج، حتى ما يخزقون، شوية دجاج، شوية رز، نرجع بنحط دجاج، نرجع بنحط رز، وكمان شوية مكسرات، ومنضبها. هلا هعلمكم طريقتين للضب، وهي ضبيناها بالكاسة وكبسناها، كبسناها منيح، ونشيلها. هاي حبة الكبسة، هاي شكلها. نرجع لمرحلة تانية يدوية، إذا ما بدكش تعملها بالكاسة، في حال ما بدك تعمل بالكاسة نفس الشيء، نفس القصة. كمان بناخدها وبرجع بقول هاي العجينة بعد بدها رياحة، يعني بتساعدني أكثر بالمد. أنا عشان ما فيش معي وقت، عندنا شغل شوي برا، وهذا الفيديو عامله مش للمصلحة بس تعليمي، يعني بديش أعمل اليوم، عامل امبارح. هذه هي، فتحنا. ما تكتر زيت كتير بالعجين، بركز عليك، ما تكتر زيت، مش بالكترة، مهم العجين ونوع الطحين ورقته. شلنا الحرف، أهم شيء تشيل الحرف حتى ما يعلي. هلا أنا بدي أعملها بطريقة عيدوية، باخذ هيدي من هون وهيدي من هون، بيجي بجيب الرز. هلا هأشتغل برز اللحمة، حطيت الرز، ماشي؟ حطيت لحمة الشاورما،
حطيت مكسرات، بنحط المكسرات، باخذ هيدي من هون هيك. هلا انا كترت، تاخذ هيك بتلف هيك بتلف هيك، بتمشي لف هيك، بتلف 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 بتلف، تاخذ الشكل هيدي اليدوي. هلا هيدي بترجع للمعلمين، بس بينما الكاسه بضل شكلها وحجمها بضلها اخده معدل يعني 100% كاوزان. فيك تستعمل كاستين، هيدي الكاسه وهيدي الكاسه، تستعمل لنقول 150 جرام. هيدي مثلا وزن عجينتها 90 جرام، هيدي وزن عجينتها 100 105 جرامات. يعني هيدي الحبه شيء وهيدي الحبه شيء، هيدي الحبه لهي الكاسه وهيدي الحبه بتطلع لهي الكاسه. نفس العجينه خليكم معي، بتقدر تعمل عجينه الشعيبيات او عجينه الزبده، هي ذاتها بتفتح هيدي العجينه بهيدي الطريقه، نفس الطريقه بتفتح هيدي لعجينه الشعيبيات السوريه، تعمل منها معجنات بس بدون السمنه، بتستعمل الزبده. هيدي لتاخد عجين كتير حلو للسواريات، بتحط زبدة على الكل، بتدهنها كلها زبدة، بتسكرها بهاي الطريقة، بهاي الطريقة. بتجيب انت من عندك، اذا عندك سيخ لحمة شي مبرون، ما عندنا شي مبرون. هلا انا مسافر ما عندي شي مبرون، بدي اعمل طريقة انه انا اخد عجينة، هيدي عجينة زبدة، بدك تعتبرها عجينة زبدة، ماشي؟ انت هلا هون بتشد، بتاخذ هيك وبتشد، بتاخذ وبتشد، بتاخذ وبتشد وبتمشي فيها، بتكون انت عاملها زبده، مشيت مشيت مشيت، اكيد مش بالسكينه، انا هلا عم بشرح لكم بس. بتضلك تاخذ 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 منها، تشد وتاخذ للماكسيموم، اخذت الماكسيموم، هيدي العجينه هون. هيدي هلا صبحت كلها طبقات، بتشيلها. بتشيلها. بتضغطها. هي عجينه زبده، صارت، انت بس تحط لها الزبده تغيري. هلا كلها هيدي صبحت طبقات. بتريحها، ريحها لتاني نهار بالبراد. من بعد ما تريحها تاني نهار، هاي بتقدر تفتحها فتحة وحدة، هلا اكيد مش مرتاحة، تفتحها فتحة وحدة، بتعمل منها شو ما بدك، انواع معجنات رائعة. بعدين بعطيكم فيديو عنه، وبتعرف عن شو عم بحكي، بتعرف عن شو عم بحكي. انا عم بحكي عن هوت الطبقات اللي جوا، هاي الطبقات، هاي الطبقات، خليك معي، انتبه منيح للطبقات اللي عم تطلع، انتبه. فبس تكون مرتاحة بيطلع منها كتير اشياء حلوة، بيطلع منها عندك اشكال كتير حلوة. ها هي الطبقات اللي عم بحكي عنها، بس تنرق بتعطي كتير انواع معجنات. هيدي بتنفخ كل الطبقات، بتعطيك نتيجة رائعة. بترقها بتعمل منها لحمة مقلية مع بصل ودبس الرمان، بتحط فيها دجاج، بتحط كتير انت حشوي اللي بدك اياها. وزيد هنون سمنة قبل الخبز، وبدنا نخبزه على درجة حرارة 180-170 درجة واطية جدا جدا، ووقت تاخد 30 دقيقة بالفرن. هودي ضروريات، يعني تصور واحد يحطها يخبزها مثل المنقوشة، أكيد مش حتنجح معه.